صوره الهاند بول اللي اتحسبت على محمد هاني في الدقيقه 88 اعتقد او 89، وهاند بول اللي اتحسبت او لم تحتسب ضربه جزاء او ركله جزاء اثناء المباراه كانت في الشوط الاول اعتقد في الدقيقه صوره. بس انا عايز بس اوري الناس ان نفس المعيار يا بلال اسامه يا كابتن شريف، يعني مفيش مشكله على فكره، المساواه في الظلم عدل، ولكن حضرتك حسبت هنا الهاند بول حتى كل اللعيبه اللي خد فيها رمضان صبحي الانذار صحيح، وهو قاعد بره اعترضوا عشان كل اللعيبه اعترضوا لانها شبيهه جدا بكره وزي ما الكابتن شريف قال وتفضل قال ان احنا يا جماعه احنا ما بنتكلمش على طرد مثلا، حقه هو شاف ان هو خد انذارين ورا بعض حقه، ما عندناش مشكله في هذا الموضوع، ما عندناش كلام في هذا الموضوع، ولكن احنا بنتكلم على تطبيق نفس المعايير يا جماعه، احنا محتاجين نطبق نفس المعايير. وبالمناسبه مره تانية احنا مش بنقول ان الحكم هو سبب رئيسي، هو سبب من اسباب الهزيمه النهارده، لكن هناك اسباب اخرى، اخطاء من اللاعبين زي ما الكابتن شريف تفضل وقال، وليد ازارو تحديدا قال ان هو له نسبه كبيره في هزيمه النادي الاهلي النهارده بسبب اضاعه الفرص. ما احنا مش هنفضل كل شويه نفضل نقول اضاعه الفرص اضاعه الفرص يا بلال، صحيح. وبعدين ما يعني ما هو لازم يبقى في جديد. بص يعني شوف يعني انا الحقيقه مع الكابتن شريف، يعني انت النهارده عشان تتاح ليك يعني ثلاث اربع فرص في مباراه قويه وكبيره زي دي اعتقد الامور بتبقى صعبه. يعني انت بتنتظر كفرد اسلام انك تتاح ليك فرصه واحده طول المباراه، فرصتين هو مجتهد، لعيب مجتهد جدا ولعيب مؤثر برضه، ده خطا تاني. تمام. خطا تاني يا بلال، معلش انا اسف هقطعكم كل شويه، لكن ده خطا تاني برضه للكابتن جهاد جريشه، محدش عارف برضه ايه اللي حصل في الكره دي تحديدا. لو تفتكروا دي مباراه الجونه اعتقد الجونه، وتم الغاء هذا الهدف. مش عارف ايه بصراحه، ما حدش عارف حتى الان يعني احاول. وبالمناسبه اكتر ناس دفعت عن الكابتن جهاد جريشه لما تم ظلمه في الاتحاد الافريقي، اكتر ناس كل الناس الحقيقه كانت بتقول. ومن هنا بدانا موضوع ان احنا نتكلم مع الاتحاد الافريقي، او من هنا بدات من ملعب الاهلي مع الكابتن جهاد جريشه. ولكن كابتن جهاد جريشه كان له دور في هزيمه النادي الاهلي النهارده، كان له دور واضح في هزيمه النادي الاهلي النهارده مع بقيه الاخطاء اللي حصلت في مباراة اليوم سواء من اللاعبين داخل الملعب أو من الجهاز الفني.